لن تصدق، بنت مخطوبة ذهبت لطبيب النساء فقام معها بما لا يرضي الله، ثم حدثت المعجزة. يا سبحان الله، ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وضع لايك لنصل بهذا الفيديو ل100,000 لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. كانت فتاة قد تمت خطوبتها على شاب كانت تحبه في الجامعة، ولكن بعد عدة شهور من الخطوبة وقبل زفافها مباشرة، ذهبت إلى أحد أطباء النساء حتى تخضع للكشف قبل زفافها. ولكن لأن هذا الموضوع فيه الخجل الكثير لم تقول لخطيبها عليه، فذهبت بمفردها إلى الطبيب الذي كان شيخ وكان مصدر للثقة لجميع الفتيات والنساء الذين يذهبون إليه. ولأن هذا التخصص غير أي تخصص آخر، فلا بد أن يكون هذا الطبيب موثوق به كثيرا، ونظرا لأن هذه الدنيا يوجد بها الصالح ويوجد بها الطالح، فكان الشيخ الطبيب هو مصدر ثقة للجميع. فلذلك ذهبت الفتاة بمفردها، وعندما دخلت إلى غرفة الكشف بدأ الطبيب الشيخ يسألها بعض الأسئلة، وهي: هل تعلمين ماذا يحدث لك في ليلة الزفاف؟ فقالت له الفتاة: نعم، يحدث لي مثل ما يحدث لأي فتاة أخرى. فقال لها: لا، فسوف يحدث لك أكثر من جميع الفتيات. وبدأ يلمس أجزاء من جسدها، بل ويتحسس هذه الأجزاء. فخافت الفتاة وقالت له: هل ما تفعله هذا تفعله مع جميع الفتيات؟ فقال لها: لا، الفتيات الجميلات فقط. فغضبت الفتاة وتركت العيادة وذهبت، وهي تقول للطبيب: الله لا يسامحك على ما فعلته معي ومع الذي فعلته من قبلي ومع الذي تفعله من بعدي. وبعد عدة أيام، وكان الطبيب يستعد للكشف على فتاة أخرى، جاءه اتصال هاتفي. وعندما قام بالرد على ذلك الاتصال كانت الفاجعة الكبرى، حيث أبلغوه بأن ابنته قد انتهت حياتها على إثر حادث أليم. فلم يعلم الطبيب ماذا يفعل حتى وقع على الأرض مغشيا عليه. وعندما تمت إفاقته كانت المفاجأة بأنه فقد بصره، وحدث له شلل نصفي نتيجة جلطة حدثت له بعد سماع هذا الخبر الصادم. فظل يبكي وهو يعلم بأن ما حدث له هو عقاب من الله سبحانه وتعالى على ما كان يفعله بهؤلاء الفتيات والنساء من حرام. ولم تستطع الفتاة أن تتكلم بما حدث، نظرا لخوفها من أن يتم فضحها أمام الجميع. فكان ليس أمامهم سوى أن يدعون عليه ويفوضون أمرهم إلى الله عز وجل بأن يأخذ حقوقهم. وبالفعل أخذ الله تعالى حقهم جميعا، وذلك لأن الله تعالى يمهل ولا يهمل. فمن الممكن أن يعطي للإنسان فرص كثيرة حتى يعود إلى ربه ويقدم توبة نصوحة على ما يفعله، ويتقبل الله تعالى هذه التوبة ويعفو عنه إلى يوم القيامة. ولكن عندما يأخذ الإنسان كل هذه الفرص ويظل يعاند الله سبحانه وتعالى ويعاند نفسه أيضا، ويظل يفعل الذنوب والمعاصي، فيأتي الله بالعقاب الشديد على ما يفعله، وذلك في الدنيا. ثم بعد ذلك يأتي أيضا عقاب الآخرة. لن تصدق ما فعله هذا الطبيب مع هذه الممرضة داخل العيادة، وقد أغضب الله سبحانه وتعالى. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نصل بهذا الفيديو ل100,000 لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو جديد من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. كان هناك شاب يعيش في وسط أسرة متوسطة المعيشة، وكان يدرس في كلية الطب، وكان والده يمني نفسه كل يوم بأن ابنه يصبح طبيبا مشهورا ويفتخر به أمام الجميع. وبالفعل كان ابنه يذاكر نهارا وليلا حتى يتخرج بتقدير عال جدا. وكانت هناك فتاة من الطبقة الغنية جدا كانت معه داخل الجامعة، ولكن كانت مهتمة به جدا حتى وصل هذا الاهتمام إلى إعجاب، ثم وصل إلى الحب. فأصبحت الفتاة تحب هذا الشاب بسبب إصراره وتفوقه في الجامعة،
وبالفعل اقتربت منه هذه الفتاة وتعرفت عليه، حتى إنهم صاروا يتقابلون كل يوم داخل الجامعة وخارجها أيضا بعد الجامعة، حتى جاء يوم وقامت الفتاة بمصارحة الشاب أنها معجبة به جدا وأنها تريد الزواج منه. فقال لها الشاب: كيف ذلك وأنا أمامي طريق طويل حتى أصل إلى النجاح الذي أتمناه في حياتي؟ فقالت له الفتاة: لا تقلق، فسوف أقف بجانبك حتى تصبح طبيبا مشهورا جدا والجميع يتحدث عنك وعن نجاحاتك. فوافق الشاب على الفور، نظرا لأن هذه الفتاة كانت تمتلك جميع الصفات في وقت واحد من مال وجمال وأخلاق وتعليم. فظن الشاب أنه محظوظ بسبب هذه الفتاة، وبالفعل تخرجوا من الجامعة. وذهب الشاب إلى والد الفتاة وتقدم إليه وطلب يد ابنته حتى يخطبها ثم يتزوجها. فوافق الوالد بعدما كانت ابنته قد قالت له على كل شيء، وبالفعل تمت الخطوبة. ثم بعدها بعدة أشهر تم زواجهما وعاشوا سويا أجمل أيام حياتهم، حتى قامت الزوجة بفتح عيادة خاصة لزوجها حتى يصبح مشهورا كما وعدته، وبالفعل وقفت بجانبه حتى بدأ يعمل ويشتهر للجميع. وكان ذلك بفضل الله تعالى أولا، ثم بفضل زوجته الذي فتحت له هذه العيادة في هذا المكان، ثم بعد ذلك بدأت في الإعلان عن هذا المكان وعن ذلك الطبيب حتى أصبح مشهورا مثل ما كان يتمنى. وظلت الأمور هكذا، ولكن الشيء الوحيد الذي لم يتم هو إنجاب الأطفال. فكان الزوج لديه مشكلة في الإنجاب، ولكن زوجته قالت له: لا يهمك شيء على الإطلاق، ما دمنا معا فلا توجد مشكلة أبدا. ففرح الزوج برد فعل زوجته بعدما علمت بأن مشكلة الإنجاب منه وليس منها كما كان يتوقع. وصارت الأمور في مجراها حتى جاء يوم وكان يظهر علامات الحزن والغضب على الزوجة، حيث إنها كاد أن يغمى عليها من شدة عدم التحمل مما هي فيه. وعندما سألوا عن سبب هذه الحالة التي تمر بها، كانت المفاجأة الصادمة، وهي أنها اكتشفت بأن زوجها الذي أحبته كثيرا وقدمت له كل شيء حتى أصبح طبيبا مشهورا أمام الجميع، يقوم بفعل الحرام مع الممرضة التي تعمل عنده. فقال لها والدها: من الممكن أن يكون هذا الكلام هو وقيعة بينك وبين زوجك؟ فقالت لهم بأن ما حدث هو الحقيقة ولا يوجد شيء آخر. فقال لها والدها: ومن أين أتيت بمثل هذه الحقيقة؟ فكانت المفاجأة الأخرى، وهي أن الزوجة أثناء فرش العيادة قامت بوضع كاميرات مراقبة، ولكنها نسيت بأن تقول لزوجها على هذه الكاميرات، وتم نسيان الموضوع تماما بعد ذلك. حتى جاء يوم وافتكرت الزوجة هذه الكاميرات، فعند تفريغها عن طريق الصدفة اكتشفت وشاهدت زوجها يفعل الحرام مع الممرضة بعد انتهاء العمل بالعيادة. فقررت الزوجة بأن تنتقم منه